من بدينا في حملة التجاوزات وخصوصا نهر دجلة في بغداد، أني قابلت دولة الرئيس وقلت له دولة الرئيس هاي الأسماء اللي راح نواجهها حتى فقط تكون بالصورة. شوفت أسماء المسؤولين اللي متجاوزين. والله العظيم خلي أقول لك شغلة سيد كريم، والله طبقها ولا شافها، قال لي ما دام تطبق القانون احنا مع القانون، ثق واعتقد.